السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. حلقة جديدة من برنامج سألت الذكاء الاصطناعي. نتوجه مباشرة إلى ChatGPT ونسأل عن موضوع جديد، هيا بنا. سؤال اليوم حول التعليم. سأخبر البرنامج أني أنا معلم وأريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم، وسنسأل بعض الأسئلة حول موضوع التعليم والأدوات التي تخص المعلم والمدرس والمربي والموجه. طبعا أجابني بمجموعة من الأمور الجميلة. أولا يقول تخصيص التعليم، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تقدم الطلاب وتحديد النقاط الضعيفة والقوية في تعلمهم، ثم يمكن توفير مواد تعليمية مخصصة لكل طالب بناء على احتياجاته ومهاراته الفردية. طبعا هنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالعموم، ليس فقط ChatGPT وإنما تطبيقات الذكاء الاصطناعي. موضوع التخصيص التعليم أنك تصمم مناهج خاصة لفئة معينة من الطلبة وفقا للاحتياجات والمهارات. أيضا تحسين تفاعل الطلاب، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم ألعاب تعليمية ونشاطات تفاعلية تجذب انتباه الطلاب وتشجعهم على التعلم. تقديم دعم فوري، يمكن للطلاب استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات سريعة. طبعا من يسأل سؤال يمكن أن يحصل على الإجابة، وهذا ما نراه الآن في ChatGPT. تقييم الطلاب، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل على تقييم الطلاب وتقديم تغذية راجعة حول الأداء. يمكن أنه في المستقبل سنعطيه نص هنا ونقول له مثلا ما رأيك بهذا النص المكتوب، أو ما رأيك بهذا البرنامج المكتوب، فيعطيه تقييم سريع. أيضا توفير الوقت للمعلمين، سيتيح لهم الذكاء الاصطناعي تقديم المساعدة في إدارة الفصول الدراسية وتنظيم المهام والمواعيد النهائية، مما يوفر وقتا طبعا للمعلمين والتركيز على التدريس. أيضا تحسين التعلم عن بعد، سيتيح الذكاء الاصطناعي تجارب تعلم عبر الإنترنت ملائمة وجذابة وفعالة. أيضا التحقق من التحصيل الدراسي، يمكن أنه مراجعة وتحليل مقالات الطلاب وتقارير وتوفير التعليقات واقتراحات للتحسين. التعلم اللغوي، هذا أيضا سيعين في الذكاء الاصطناعي في تعلم وتحسين مهارات النطق والاستماع والقراءة والكتابة. أيضا تطوير مهارات التعلم الذاتي، يستطيع الطلبة أن يتعلمون من الذكاء الاصطناعي وهذا يساعدهم طبعا على تطوير المسؤولية والثقة في قدراتهم التعليمية. أيضا متابعة التطور التكنولوجي، ويتيح لهم الذكاء الاصطناعي للمعلمين والمتعلمين طبعا الاطلاع على أحدث المستجدات والتفاعل مع التقنية الجديدة. تقريبا هذه أبرز الأمور طبعا بالعموم كما ذكرت. يمكن أن نسأل مثلا، نقول له كيف أستفيد منك ChatGPT في تطوير عملية التعليم؟ طبعا إجابات أيضا جميلة. أولا نستفيد من ChatGPT في توفير مواد تعليمية، يمكنني مساعدتك في البحث عن مواد تعليمية أو مصادر تعليمية جديدة ومبتكرة لمواضيع محددة، وهذا طبعا تم بالفعل، يعني لما كنت أتكلم معه بأكثر من موضوع كان يساعد في تقديم مواضيع حديثة وجديدة ومتميزة. إعداد المحتوى، يمكنني أيضا مساعدتك في تطوير محتوى تعليمي مخصص للطلاب مثل تلخيصات مقالات، أسئلة تقويمية ومشاريع. طبعا أيضا ممكن أنه أنا أعطيه مقالة طويلة وأقول لي لخص هذه المقالة وأعطيه النص الطويل سيلخصها ببضع أسطر يعني. أيضا تقديم أفكار واقتراحات لأنشطة تعليمية، يعطي بعض الأفكار لبناء المشاريع التعليمية التفاعلية التي تشجع الطلبة على التعلم والتفاعل. أيضا تحسين استراتيجيات التدريس، الإجابة على الأسئلة، تحسين مهارات الطلاب، مراجعة وتحليل المحتوى. هاي كلها جميعها يمكن طبعا أن يقوم بها ChatGPT، وهو يقول أنا إلى حد سبتمبر 2021 يعني المعلومات التي لديه إلى هذا التاريخ. طيب يمكن أن نسأل سؤال آخر، كيف نمنع أو نحد الطلبة من سوء استخدامك يعني؟ فنقول كيف أمنع الطلبة من سوء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنها تطبيقات المحادثة؟ هذا سؤال مهم، الكثير ما الناس نسأله يقولون أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ChatGPT سيسبب لنا مشكلة في التدريس والتعليم وحل واجبات بالنسبة للطلبة، فكيف نحد من ذلك؟ طبعا اقترح الآتي، أولا التوعية والتثقيف، يعني تقديم وعقد جلسات توعية للطلبة حول الاستخدام المناسب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهمية استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.
هذه طبعا تكون عن طريق التدريب والتوعية والتثقيف المستمر. أيضا النقطة الأخرى وهي موضوع وضع قواعد وإرشادات، وهذه أيضا نقطة حقيقة هامة يجب أن لا نغفل عنها، وتقول كالتالي: أنه حدد إرشادات واضحة حول ما يعتبر استخداما مقبولا وما لا يعتبر مقبولا لهذه التطبيقات، وتأكد من أن جميع الطلبة يفهمون تلك القواعد. المراقبة، راقب استخدام الطلبة لهذه البرامج. تعزيز السلوك الإيجابي، فطبعا نحث ونشجع، وعندما يستخدم الطلبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومناسب وأخلاقي. أيضا فرض عواقب لسوء الاستخدام، وهذه أيضا نقطة جدا هامة. لما يكتشف شخص يعني يسيء استخدام هذه التطبيقات ويعمل فقط copy paste، نسخ ولصق، فعليه يعني توبيخه ومعاقبته، وحتى لا يعني يكرر هذا الفعل ويكون أيضا يعني مثال لبقية الطلبة كي لا يعني يعملوا نفس الشيء. الإبلاغ عن المشاكل، أيضا تشجيع الطلبة على الإبلاغ عن أي سوء استخدام أو مشكلات تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. التحديثات والتقييم المنتظم، قم بتحديث القواعد والإرشادات بشكل منتظم لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحسينات. أيضا النقطة الأخرى وهو التعاون مع الأهل، هذه ضمن النقاط، أنه يعني يجب أن يتم توعية أولياء الأمور أنه استخدام هذه التطبيقات يجب أن يكون ضمن إطار محدد وبشكل أخلاقي ومسؤول، حتى ويصبح هنالك تعاون بين الطلبة وبين أولياء الأمور وبين المعلمين. أيضا توفير بدائل آمنة، مثلا يعني تشجيع استخدام أدوات تعزز التعليم بدلا من الاعتماد على تطبيقات قد تكون غير مناسبة أو غير آمنة. تعزيز التفكير النقدي، ودائما ما يتم تكرار هذه حقيقة المفردة، موضوع الكريتيكال ثينكينج، كيف نعلم الطلبة على أن يعني ينتقدوا المعلومات وينقدوها ويستطيعون أن يميزوا بين المعلومة الصحيحة والمضللة. طبعا بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي يجيبنا بمعلومات غير صحيحة، معلومات يعني غير دقيقة، لهذا لا نأخذ كل شيء منه من المسلمات، يجب البحث ويجب التأكد من مصدر المعلومة. هذه تقريبا أبرز الاستفسارات التي ترد بخصوص موضوع المعلم والتعليم وكيف يمكن الاستفادة من التطبيق. يمكن طبعا إيقاف الفيديو عند يعني بعض الإجابات وقراءة النص المكتوب للاستفادة من المحتوى. كانت حلقة جميلة ماتعة، استفدنا منها جميعا. أترك المجال للتعليقات حول هذا الموضوع حتى نستفيد من عنده في الكتاب الجماعي سألت الذكاء الاصطناعي. إلى اللقاء.